التسجيل اوكي ليش تورا؟ تمام. هسه عندكم لسه فقر الشوط الرابع، الصيد تنتقل تو هيومن، ايضا هذه نسميه فلاونز الطيور، وهنا فلاونز الخنازير. واضح اللي هنا؟ هذا الفقر يعني للاطلاع على اعراض مالت السيستم للفلو، الفلو فايروس. شلون ينتقل؟ ينتقل مثل الانفلونزا فايروس، ينتقل عن طريق الانهيليشن، ينتقل عن طريق هو الكوفينج السنيزنج من الشخص المصاب الى الشخص السليم، وايضا ينتقل عن طريق التوتشينج سم تايم وذ لايف فلو فايروس اون. وبعدين يعني واحد يتعرض انه مثلا يلزم شغلات او افرازات بها يعني الفيروس لايف فايروس، بعدين يجي مثلا يلزم توتشينج ذير ماوث اور نويز، ايضا ممكن ان تحدث الاصابه. العائلة الثانية أيضا اللي ممكن أن تصيب الجهاز التنفسي هي الأدينوفيريدي. الأدينوفيريدي طلاب تتميز بأن يكون حجمها من 70 إلى 90 نانومتر، طبعا تكون هي نكد فيروس. هاي المعلومات طلاب تركزون عليها، شنو الفيروس هذا، مغلف أو غير مغلف، شنو طبيعة الحامض النووي، شنو البروجكت اللي موجودة على الانفلوب، شنو الصفات مالته، شلون ينتقل، هاي كلها مهمة. هسه نجي الأدينو فيروس هو نكد فيروس، قلنا الانفلونزا فيروس هو انفلوب فيروس، هذا نكد فيروس ما به غلاف. طبعا طلاب الفيروسات الغير مغلفه تكون اقوى يعني مقاومه للمعقمات، تكون اقوى من الانفلوب فيروس. احنا مثل ما نعرف الانفلوب فيروس هو عباره عن يعني مكونات مالته هو دهون ليبيد، فتكون يعني ممكن انه سريعه يعني ممكن انه معقمات تقضي عليه مثلا درجه الحراره العاليه، الاشعه فوق البنفسجيه. لكن الفيروسات النكد فيروس اللي تتكون فقط من الكابسيد، الكابسيد هو شنو تركيبه؟ الكابسيد الطلاب عبارة عن بروتين، الكابسيد عبارة عن بروتين، لذلك الفيروسات الغير مغلفة تكون أقوى من الفيروسات المغلفة، لأن الكابسيد مالتها إحنا مثل ما نعرف إنه يتكون من البروتين. فالصفة المميزة الأخرى بالإضافة إلى إنه هي نكد فيروس تميز إنه الكابسيد يكون إيكوزا هيدرو كابسيد، يعني ذات العشرين وجه، يشبه الجوهرة، يعني شلون الأضلاع أو التضلعات تقسيمات مالت الجوهرة، يشبه شكل الجوهرة. ايضا الادينو فيروس كونتين يونيك ستراكشر، عندها تركيب ما موجود بالباقي الفيروسات، تحتوي على الهكسون والبنتون مثل ما تشوفون، تحتوي على الهكسون وتحتوي على البنتون، وايضا تحتوي على الفايبر، تحتوي على الفايبر. هاي الصفات جدا مهمه تركزون عليها. طبعا هذا الفايبر له اهميه بالكلاسيفيكيشن اوف ذا فيروس، يعني يدخل اذا اريد نصنف الادينو فيروس والى السب تايب او الى الجينو تايب نعتمد على ما السب تايب نعتمد على التايب اوف فايبر. طبعا ليش سميناها بالادينو فيروس؟ لان اول ما ازلوها من منطقه الادينويد اللي هي التونسلز فروم ذيش وذ ذا نيم درايف، يعني لذلك سموها بالادينو فيروس. الامراض اللي سببها الادينو فيروس طبعا هي تنتقل عن طريق الايروسول دروبلت، تنتقل عن طريق الفيكال اورال روت، تنتقل عن طريق الدايركت انكليشن اوف الكونجكتيف باي تونوميتر اور فينجر. هسه احد يسالني شلون تنتقل عن طريق الفيكال اورال روت؟ احنا قلنا الانفلونزا تنتقل فقط عن طريق الانهيليشن، يعني عن طريق الافرازات التنفسيه.
او انه اما مباشره يعني عن طريق الدوفينج او السنيزنج، او قلنا شخص يعني يلمس افرازات ملوثه بالفيروس وبعدين يعني يلزم منطقه النويز او الموث وتنتقل للاصابع. ليش طلاب الانفلونزا فيروس ما تنتقل عن طريق الفيكال اورال روت؟ لان الانفلونزا فيروس ما الى مستقبلات على الجاسترو انترايتس تراكت، وبالاضافه من راح ينزل الى الجاسترو للاستومك راح الحامضيه مال المعده راح تحطم الفيروس فما يسبب لنا اي اصابه بالجاسترو انترايتس. لكن بالادينو فيروس يسبب اصابتين، يسبب اصابه بالجهاز التنفسي هسه راح نتكلم عنها، ويسبب اصابه بالانتستاينال تراكت، لذلك ينتقل عن طريق الفيكال اورال تراكت. الفيكال اورال روت تعرفوه شنو معناه طلاب؟ مو نجي للباثوجينيسيس. الأدينو فيروس كوز انفكشن، قلنا الريسبيراتوري تراكت، ايضا يصيب الاي، يصيب اليورينري بلادر، اند يصيب الانتستاين. مور ذان وان تايب اوف فيروس مور كوز كلينيكال، يعني ممكن انه الشخص يصاب باكثر من نوع ويسبب، او نوع واحد يسبب له العديد من اللي يعني يسبب له كل هاي الاعراض، يسبب له الريسبيراتوري تراكت انفكشن، اي انفكشن، يورينري بلادر انفكشن، اند انتستاينال انفكشن. كلينيكال سيندروم ايضا شو يسبب لنا؟ يسبب اكيوت ريسبيراتوري ديزيز. يا نوع يسببها؟ يسببها سيروتايب 4 ان 7. هذين ايضا تركزون عليهم تفيدكم بحل الكيسات طلاب. النوع 4 ان 7 يسبب لنا اكيوت ريسبيراتوري ديزيز. شنو الاعراض مالته؟ موجوده قدامكم: الفيفر، رينوريا، جاف ان سور ثروت، ار تيبيكال سيندروم، تبقى لمده 3 تو 5 دايز. طبعا هاي اكثر شيء هاي الاصابات تصير بين الميلتري ريكريت ليفينج ان كراودد كونديشن، يعني اللي يعيشون باماكن مزدحمه ممكن انه يصير عندهم اكثر هاي الاصابه. الاصابه او السندروم الثاني يسبب لنا فرنجو كونجكتيفال فيفر، تحدث بالسكول جوينج تشيلدرن، اكثر شيء بالاطفال يعني بالمدارس الاماكن المزدحمه يصير عندهم هذه الاصابه، وتتميز بالاعراض المذكوره قدامكم: فيفر، سور ثروت، كرويزر، اند ريد اي، اند ذا كلاسيك برزنتيشن اوف ذا كونديشن. ايضا كورونا فيروس يسبب لي، العفو، ادينو فيروس يسبب لي النيموني. النيمونيا نوع يسببها تايب 3 وتايب 7. اسامبل لايك تيبيكال نيمونيا ان ادلت. ايضا تايب 7 شو يسبب لي؟ كوز سيريوس اند ايفن فيتال نيمونيا ان انفانت اند يونج تشيلدرن. يعني مثلا اقول له اجيب لك كيس مثلا تايب 7 ادينو، يعني انفانت تعرض الى نيمونيا باي تايب 7 تايب 7 ادينو فيروس، فانت يعني مثلا اجيب لك حسب الاسئله مثلا شنو اجيب لك سؤال، فانت لازم تعرف تخلي ببالك هذا السيرو تايب، كل سيرو تايب وشنو مسببه. او اقول لك مثلا which serotype of adenovirus cause fatal pneumonia in infant، فانت لازم تعرف ذني السيروتايب. العائلة الثالثة عندنا البارامينزو فايريدي، راح ناخذ بها تو فيروس هيومن بارا انفلونزا فيروس. المورفولوجي مثل ما تشوفوا قدامكم سفيريكال بارتيكل، ايضا تكون الفيروس يكون شكله سفيريكال، وايضا هو انفلورد فيروس من الفيروسات المغلفة. طبعا طلاب الادينو فيروس اكو شغلة نسيت اذكرها، الجينوم مالته دي ان اي، الجينوم مالته دي ان اي. هسه شنو صار عندنا؟ صار عندنا الانفلونزا فيروس سنجل ستراند نيجاتيف سيجمنتد ار ان اي، الادينو فيروس دي ان اي، هسه راح ناخذ البارا انفلونزا فيروس. البارا انفلونزا فيروس قلنا انه هو انفلوبد فيروس، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية سفيريكال بارتيكل. النقطة الثالثة نوع الار ان اي سنجل ستراندد ار ان اي فيروس، سنجل ستراندد ار ان اي فيروس. ايضا ايش يحتوي البارا انفلونزا فيروس؟ يحتوي على تركيب، ايضا يحتوي على الهيموجلوتينين والنيورومينديز مثل الانفلونزا، لكن شنو الفرق؟ اذا تتذكرون الصوره بالانفلونزا فيروس الهيم اجلوتينين موجوده على سبايك والنيورومينديز موجوده على سبايك واحد، يعني كل واحده على سبايك. ارجع للصوره لو تتذكروها طلاب، نرجع للصوره. شوفوا طلاب، هذا عنده بالانفلونزا فيروس الهيموجلوتينين موجوده على سبايك واحد،
والنيورومين بيس موجودة على سبايك واحد، يعني كل واحدة موجودة على سبايك. بالبارا انفلونزا فيروس اثنيناتين الهيموجلوتينين اند النيورومين بيس اون ذا سيم سبايك، موجودة على نفس السبايك. هاي مثل ما تشوفوها طلاب، هذه عندكم الهيموجلوتينين والنيورومين بيس موجودة اون ذا سيم سبايك. بعد شنو بي البارا انفلونزا؟ بي تركيب اسمه فيوجن بروتين، بي تركيب اسمه فيوجن بروتين يساعد الفيروس بالدخول الى داخل الخليه. طبعا البارا انفلونزا فيروس هاف فور سب تايب، هيومن بارا انفلونزا فيروس تايب 1 2 و 3 و 4، والفور مقسميها الى 4 اي اند 4 بي، قلنا هاي التقسيمات بالاعتماد على الجينوتايب. Present with respiratory illness, عندكم the most distinctive clinical feature of H human para influenza virus 1. طلاب هاي ال H يعني human. A human para influenza virus type 1 and a human para influenza virus type 2. عندكم ال type 1 وال type 2 شنو يسبب لنا؟ تايب 1 والتايب 2 طلاب شوية تفاعلوا وياي، موجود قدامكم شنو يسبب لي؟ الاختناق او الكروب يسموه. نعم، والتايب 1؟ اذا التايب 1 والتايب 2 اثنيناتهم شو يسبب لي؟ يسبب لي الاختناق اللي هو الكروب ان تشيلدرن. Both human para influenza 1 and 2 can cause other upper and respiratory tract illness. هاي هسه بالنسبة للتايب 1 والتايب 2، السبب لي الكروب ان تشيلدرن والسبب لي لامنجو تريكو برونشلايتس، والسبب لي ايضا شنو؟ ممكن ان يسبب لي upper and ممكن ان يسبب لي upper and lower respiratory tract illness. شلون طريقة انتقال para influenza virus؟ ايضا ينتقل عن طريق الانهيليشن أو indirectly عن طريق الـ contact with infected secretion والincubation مالته من 2 to 6 days. clinical finding for para influenza virus يسبب هو المسبب الرئيسي للكروب in children أقل من 5 years of age. شنو الصفات الـ clinical أو الـ manifestation للكروب؟ عندنا الـ harsh cough and الـ hoarseness. In addition to croup, these virus cause a variety of respiratory disease. السبب لي الـ common cold, الـ pharyngitis, الـ laryngitis, otitis media, والـ bronchitis and the pneumonia. Then the clinical finding. شوفوا طلاب هاي الصورة أمامكم. قلنا يسبب لنا otitis media اللي هو التهاب الأذن الوسطى. الـ pharyngitis and the conjunctivitis. And this can occur singly in combination with lower respiratory tract. يعني بالإضافة لهذه الأعراض، هاي الأعراض تحدث بالإضافة لل lower respiratory tract infection. أكثر نوع مرتبط ويا الأوتاتس ميديا هو human para influenza virus type 3. هسه طلاب type 1 وtype 2 قلنا يسبب الكروب بالchildren خاصة under 5 years of old. التايب 3 يسبب لي الاوتاتس ميديا. هذه ايضا صورة اخرى تبين نفس الاعراض، قلنا اما ان يسبب كروب او يسبب lower respiratory tract infection, bronchitis, bronchiolitis يسبب لي نيمونيا والminor respiratory infection. ايضا البارا انفلونزا انفكشن ان اميون كومبرومايز. طلاب من هم الأشخاص اللي أقدر أقول عليهم immune suppression أو immune compromised patient، يعني عندهم مشكلة بالمناعة؟ أكو مجموعة. نعم تفضل. أما اللي عندهم مرض الأيدز واللي ينقلون أعضاء. هسه أولا HIV infection، ثاني شيء عندهم transplantation يعني ينقلون أعضاء، بعد مصابين بالكانسر. ممتاز، بعد ممكن شرح الان بالثاني هذه. مرضى السكري ونعتبرهم ايضا immune compromised.
الالدرلي الاشخاص الكبار بالعمر سجلوها يمكم هاي طلاب، الاشخاص الكبار بالعمر ايضا الاشخاص اللي ياخذون مثبطات المناعه اللي هي الستيرويدات امثال الكورتيزون، خاصه طلاب ذول اهل الاسمى اهل الربو يعني دائما اللي ياخذون كورتيزونات دائما نشوفه انه هو عنده مشكله بالجهاز المناعي ويتعرض لاصابه، يعني دائما تشوفه دائما مريض لان يعني هاي الستيرويدات الهرمون عفوا الادويه اللي ياخذها تاثر على المناعه. فهم هذول تقريبا عندنا 5 جروب نعتبرهم اميون سبريشن او اميون كومبرومايز بيشنت. طلاب هذول الاشخاص اللي عندهم مشكله بالمناعه في حاله اصابتهم بالبارا انفلونزا فيروس راح تكون السبتوم تكون سيفير، راح يصير عندهم سيفير نيموني واوفن فيتال، يعني بعض الاحيان تكون يعني تكون الاصابه فيتال يعني ممكن انه يموت الشخص، يعني هو اصلا عنده مشكله بالمناعه فيصير عنده سيفير نيموني تؤدي الى انه يصير عنده ديث. الفيروس الثاني ضمن عائلة البارامونزوفيريدي هو ريسبيراتوري سينشال فيروس، ريسبيراتوري سينشال فيروس طبعا هو ايضا من الفيروسات المغلفة وهو الامبورتنت كيس اوف نيموني امبورتنت كوز اوف نيموني اند برونشيولايتس ان انفانت، يعني طلاب اذا اجاك كيس انفانت من المسبب الرئيسي او كيس يقول لك مثلا فيروس كوز يعني نيموني او برونشيول برونكولايتس ان انفان مباشرة تخلي ببالك هو ريسبيراتوري سينشال فيروس. دائما طلاب هذول الاطفال اللي هم بعدهم صغار انفان تصير عنده اصابات بالجهاز التنفسي من يسووا لهم دايجنوسيس، يعني دائما الكومن الشائع هو ريسبيراتوري سينشال فيروس. طبعا هو من الفيروسات المغلفة يحتوي على فيوجن بروتين ويحتوي على الهيدروفوبيك بروتين اند اتاشمنت بروتين ويحتوي على الماتريكس بروتين اللي له دور، اللي قلنا الماتريكس بروتين له دور انه يسوي لنا المورفولوجي للفيروس. نوع الحامض انه بالريسبيراتوري سينشال فيروس هو من نوع الار ان اي سنجل ستران، ار ان اي سنجل ستران انكابسوليتد باي ذا نيوكليو بروتين، احنا قلنا الكابسيد ويا الجينوم نقول عليه نيوكليو كابسيد. طبعا طلاب اكو حاله بالريسبيراتوري سينشال فيروس، هاي الحاله تشبه الحاله بالكورونا فيروس، هسه راح اجي اتطرق لها. الريسبيراتوري سينشال فيروس يسبب لي ظاهره هي سينشال فورميشن، سينشال فورميشن او نسميها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. شنو هذه طلاب السينشال؟ مثل ما تشوفون بهذه الصوره، هذه هنا تركيب الفيروس. طلاب الفيروس موجود على السطح مالته قلنا فيوجن بروتين، موجود على سطح الفيروس تركيب اسمه فيوجن بروتين. هذا الفيوجن بروتين شوفوا طلاب، هذا الفيوجن بروتين هسه هذا الفيروس، هذا الفيوجن بروتين الى القابليه على انه اكثر يلتصق، يعني هسه هذا الفيروس اكثر من خليه يجذبها الى، مثلا يجذب خليه هنا ويجذب خليه هنا، عندكم هنا صوره خليه نفسها بالكورونا فيروس. هنا طلاب لحظة شوفوا طلاب هذه نفس الحالة بالكورونا فيروس، أيضا الكورونا فيروس عندنا هنا فيوجن بروتين، هذه الفيوجن بروتين لها القابلية على أنه تجذب أكثر من خلية، فعندكم ناس هذه الفيوجن بروتين عندنا هنا 4 خلايا، هذا الفيوجن بروتين لها القابلية على أن يلحم الخلية المصابة الجدار الخلية المصابة بالخلية المجاورة، فشي يكون يكون مثل البريدج شلون يعني كأنما جسر، فالفيروس بدل ما انه يخرج من هذه الخليه ويروح يرتبط بهذه الخليه ويدخل الى الداخل ويسوي اصابه وبعدين يكمل ريبليكيشن ويطلع يروح يصيب هذه الخليه، لا هذه هنا تشوفون مباشره يعني يصير شلون الجسر بين هذه 4 خلايا، وممكن ان يصيب لي مثلا 4 خلايا يعني بطريقه جدا سريعه عن طريق الفيوجن بروتين. هذه الحاله اسميها سينسيشال فورميشن، هي صفه مميزه بالكورونا فيروس وبالريسبيراتوري سينشال فيروس. واضح اللي هنا طلاب، هاي نفس الشيء بالكورونا فيروس وبالسنسيشال فيروس. هذه الصورة أيضا تبينكم، هذين يشوفوا طلاب هاي عبارة عن بريدج، هاي هنا أكثر من خلية مصابة بالفيروس، فينتقل الفيروس من خلية إلى خلية بسهولة عن طريق هذا البريدج بواسطة الفيوجن بروتين. الباثوجينيسيس أند إميونيتي
عندنا الانكيوبيشن بيريود فور ريسبيراتوري انسينشال فيروس هي من 2 الى 8 ايام. يسبب لي الاوكيولار نازل كونتاكت وذ انفكتنج سيكويشن. يسبب لي الابر اير واي اللي هي القفوه الرينوريا. و 50% من البرايمري انفكشن ممكن ان تنتقل الى اللور تراكت. ايضا من الانفكشن او الديزيز اللي سببها يسبب لي برونشيولايتس اللي هي عباره عن الليمفوسايت انفلتريت، يعني هنا تجمع بالخلايا اللمفاويه ويصير عندي فلويد فاسميه الليمفو، بسببها يصير عندي البرونشيولايتس. ايضا يسوي لي الابستراكشن للميوكس اند الابيثيليوم ويسبب لي الهايدرو انفلاميشن ويسبب لي الانترستيتال انفلتريت ويؤدي الى النيومونيا. الانترستيتال انفلتريت طلاب هو تجمع الفلويد والخلايا اللمفاويه باللاين فيسبب لي نيومونيا. اكو شيء هنا مو واضح طلاب؟ اكو شيء مو واضح ارجع عليه؟ وما بيها شيء، هاي كلها موجوده الكلينيكال فاندنج والمانيفستيشن، بس اكثر شيء تركزوا لي على الانواع مالت كل فيروس وشنو نوعه ويا عائله يعود وشنو بالتركيب مالته. طريقه الانتقال تقريبا كل نفس الشيء، ويختلفن فقط بعض الكلينيكال فيتشرز والمانيفستيشن. هسه عندنا الكلينيكال فيتشرز نفس الشيء طلاب، شنو هي الاعراض اللي سببها؟ اوكي حد يقدر يجاوبني، هي الريسبيراتوري تراكت انفكشن شنو الاعراض اللي سببها؟ اذا ابر ريسبيراتوري تراكت شنو الاعراض، واذا لور ريسبيراتوري تراكت شنو الاعراض؟ طلاب هذه القاف والسنيزينج والنازل سكريشن او النازل كونجشن هاي كلها دكتور الابر. نعم دكتوره، ممكن راني نوز يسمون راينوريا، الكافينج، سنيزينج، سور ثروت. نعم واللور ممكن تنتقل سيستميك فيفر بالاضافه لاعراض النفسيه تنتقل. اللور ايضا برونشيلايتس، نيموني، هاي كلها نسميها لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. شوفوا طلاب اذا لو ريسبيراتوري سيلس الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن قلنا الرينوريا، الريني نويز، السور ثروت، القاف والسنيزنج، هاي كلها نسميها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. طبعا الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن يصير اكثر شيء بالادلت، بالانفانت دائما يسبب لهم الريسبيراتوري سيستيشن فيروس دائما يسبب لهم لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. فشوف يصير عندهم برونشيولايتس، يصير عندهم نيموني، يصير عندهم ابنيه، يصير عندهم جروب. ذولا بالنسبه للانفانت. عندكم هذه الصورة أيضا، هذه الصورة توضح لنا الكلينيكال فاندينغ. شوفوا طلاب بالنسبة للأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن السبتوم واحد، وباللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن واحد. قلنا نازل كافيتي، فارينكس، لارينكس، جاف. اللور ريسبيراتوري تراكت راح يصير عنده تراكيا، راح يصير عنده برونشيولايتس، يصير عنده نيموني. فشوف دائما الطفل حديث الولادة يصير عنده الابنيه، يصير عنده ويزنج، هذا صوت الصفير المميز مرات يصير بالانفانت بالاطفال، هذا هو سببه هذا الفيروس ريسبيراتوري سينسيال فيروس. يصير عنده ليثرجي دائما، الطفل يشوفه دائما يعني يحب ينام، يصير عنده نعاس يعني شديد، بور فيدنج، ما يحب ياكل، الارتبيليتي يشوفه دائما يعني منزعج ويعني دائما يبكي. فمن يجون يسووا له دايجنوسيس الكومن الفيروس الشائع هو ريسبيراتوري سينسيال فيروس. طبعا من هم الريسك فاكتور؟ الريسك فاكتور المعرضين للاصابه بهذا الفيروس اللي هو البري تيرم انفانت، الاطفال اللي هم حديثين ولاده يعني الخدش، الكرونيك لانج ديزيز، الاشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنه بالرئه، قلنا الاعراض راح تكون سيفير، اللي عنده كونجنتال هير ديزيز يعني هو اصلا وراديا عنده مشكله بالقلب، الاميون كومبرومايز بيشنت ذكرناهم، النيوروجيكال ديس اوردر والمالتيبل كونجنتال انوماليز اللي عنده ايضا مشكله بال يعني ولاديه بالاعضاء مالته، هذول كلهم نعتبرهم ريسك فاكتور. من يصابون بالريسبيراتوري سينشال فيروس تكون السبتم تكون سيفير. هاي نفسها صوره توضيحيه اكثر للريسك فاكتور. شوفوا طلاب هذا عنده كونجنتال هير ديزيز، اير واي ابنورماليتيز يعني عنده مشكله هنا بالممرات التنفسيه، عنده مشكله كرونيك لام ديزيز، اميون ديفيسينشي،
الاشخاص اللي يعيشون يعني البيئه خلينا نقول غير نظيفه او اللي تكون كراودد مزدحمه، هاي كلها تؤدي الى انه السرع بالاصابه بهذا الفيروس وتكون الاعراض يعني سيفير سيمبتوم. الفاميلي الاخرى اللي هي البيكورنا فايريدي. طلاب البيكورنا فايريدي طبعا الريما المثال عليها الرينو فايروسز، اصغر فيروسات هي الرينو فايروسز، تعود الى البيكورنا فايريدي. ايضا تكون نون انفلوب من فيروسات غير المغلفه. الار ان اي يكون بوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي نون سيجمنتد، يعني يكون غير مقسم. احنا اتفقنا انه فقط الانفلونزا فيروس تكون سيجمنتد. يمتلك طبعا هذا الفيروس بوست ستراكشرال فايرال بروتين في بي 1، ومن الفي بي 1 يمتلك الى الفي بي 4. الفي بي 1 والفي بي 2 والفي بي 3 هذني عبارة عن الميجور ستراكشر بروتين ولهن أهمية بتقسيم الفيروس. ال VB4 عبارة عن سكافولد بروتين أوف ذا فيرال كابسيد. الرينو فيروس طلاب عنده صفة مميزة إنه هو ينمو الأوبتيمال جروث إلى درجة الحرارة المثلى إلى هي 33، لذلك دائما يكون موقعه بمقدمة النويز. مقدمة النويز مجرد أنه يصعد يعني أكثر مسافة للنويز مباشرة الفيروس راح يصير له انهيبيشن يتثبط. ليش؟ يعني الاوبتيمال جروث إلى هي 33 درجة سيليزي، فدائما تشوفه يكون بمقدمة الأنف، يعني مقدمة الأنف دائما يعني تكون باردة، يعني لأن هي يعني منفذ دخول الهواء، فمجرد أن يزيد هذه الدرجة الفيروس راح يصير له انهيبيشن. هذا هو شكل الفيروس، إن من الفيروسات العارية ما يحتوي على الغلاف، وهذه هي البروتينات الفيروس. Transmission of rhinovirus شلون ينتقل؟ يلا طلاب شو نايمين؟ دكتور نفس هذا نيجي الباقي عن طريق الايرلس دروبليت او الدايركت كونتاكت او عن طريق الدايركت كونتاكت. شو الطلاب الباقين وينكم؟ زين نيجي للساين اند سيمبتوم فور رينو فيروس. Most people get cold in winter and spring, but it's possible to get. المهم طلاب إنه هو شو سبب لي؟ يسبب لي sore throat، يسبب لي runny nose، coughing، sneezing، يعني يسبب لي أعراض upper respiratory tract infection. تخلوها ببالكم، من تقول upper تختلف، يعني إذا تكتب لي lower لا، هو أكثر شيء الكومن يسبب لي upper respiratory tract infection. بينما يا فيروس ذكرنا إنه يسبب لي upper واللور. الريسبيراتوري سنسيشن فيروس بعد ادينو فيروس. الادينو فيروس بعد البارا انفلونزا فيروس، مو ذكرناه البارا انفلونزا فيروس التايبات مالته، مو قلنا هسه اكو قسم يسبب لور ريسبيراتوري تراك واكو قسم يسبب الابر ريسبيراتوري تراك انفكشن. بناحية بالنسبة للبيكورنا فيروس اللي هو الرينو فيروس، فقط الأشخاص اللي عندهم immune system weakened بالimmune system ممكن إنه يسبب لهم lower respiratory tract infection. وقلنا من نقول lower respiratory tract infection اللي هم مجموعة bronchitis والنيموني، دول أسميهم باللور respiratory tract infection. لكن الرينو فيروس أكثر شيء يسبب لي upper respiratory tract فقط بالأشخاص اللي عندهم ضعف بالجهاز المناعي اللي هم الاميون كومبرمايز بيشنت، ممكن ان يسبب لهم نيموني. العائله الاخرى راح ناخذها اللي هي الكورونا فايريدي. الكورونا فايريدي طلاب اللي هو الوباء العالمي اللي اكيد سمعتوا عنه وعرفتوا عنه وعندكم معلومات عنه. ما هو الادنى الكورونا فيروس؟ الكورونا فيروس طبعا هو من الفيروسات المغلفه ويتميز بكونه بوزيتيف سينس سينجل ستراند ار ان اي فيروس. طلاب هنا الفيروس من اقول بوزيتيف سينس سينجل ستراند ار ان اي، هذا الفيروس ليش التضاعف مالته سريع؟ يعني اكيد دائما سمعتوا ان التضاعف مال كورونا فيروس جدا سريع، شنو السبب؟ اخذتوا الريبليكيشن؟ اكيد عندكم معلومات عن الريبليكيشن. لا
من يحكي لي شوية على السريع الريبليكيشن شنو اللي يصير، شنو الخطوات؟ طلاب شنو نايمين؟ دكتورة بس عندي سؤالش. الريبليكيشن هسه انا اريد طالب يقول لي شنو الريبليكيشن، اريد اشوف تعرفون هاي المعلومات لو ما عندكم. الريبليكيشن شنو هو؟ الدي ان ايش دا يصير بيه وشنو دا يتحول وشنو دا ينتج الريبليكيشن؟ ورا الريبليكيشن شو يصير عندي طلاب؟ معقولة طلاب مرحلة ثالثة؟ هذيك المحاضرة سألتها المرحلة الثانية طلاب عندهم ذاك الأسبوع محاضرة سألتهم كلهم جاوبوني. ورا الريبليكيشن وصل عندي ترانسكريبشن لو لا؟ تصير ترانسكريبشن وتكوين بروتينات. تمام ممتاز. بالترانسكريبشن ايش يصير عندي؟ شنو يتكون بالترانسكريبشن؟ يعني الدي ان اي لمن دا يتحول؟ لا ار ان اي ام ار ان اي؟ ام ار ان اي ار ان اي ماسنجر ار ان اي. معلومة هاي سجلها يمكم، يعني ما معقولة طلاب مرحلة ثالثة ما تعرفون الريبليكيشن الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن بعدين يتحول الى الام ار ان اي، الام ار ان اي الى القابلية على انه يخرج من ثقوب النواة. وين يروح؟ يروح للسيتوبلازم. شنو عندي بالسيتوبلازم؟ رايبوسوم. الرايبوسومات. الرايبوسومات شو استفاد منها الام ار ان اي؟ شو تسوي بيها حتى شو تصنع لي؟ صنع بروتين. حتى صنع بروتين. هاي الخطوات طلاب هاي مختصر جدا جدا مختصر عن الريبليكيشن اللي اريد اوصله لكم، انه الكورونا فيروس تخلوها ببالكم من اقول بوزيتيف سين سنجل ستراند ار ان اي يعني زائد ار ان اي تخلون قدامه يساوي ام ار ان اي، الزائد ار ان اي تخلي قدامه يساوي ام ار ان اي، يعني الفيروس ماكو الكورونا من دا يدخل للخليه يدخل فشوفه مباشره يبدي يصنع بروتينات، يدخل حاله يعني مو مثل ابو الدي ان اي. الفيروس ابو الدي ان اي من يدخل الدي ان اي احنا متفقين على ان الفيروسات هي ما تقدر تصنع اي شيء، هي توظف الخليه الها. فالفيروس الدي ان اي، الدي ان اي من يدخل للخليه لازم يسوي عمليه ترانسكريبشن يتحول للام ار ان اي بعدين يطلع من النواه يروح للسيتوبلازم يصنع البروتينات الخاصه به من زوائد من اغلفه من كابسل. هذا الكورونا فيروس مباشره راح يدخل للخليه على انه هو ام ار ان اي، مباشرة دخل للنواة طلع راح للسيتوبلازم بدأ الفيروس يصنع بروتينات. ليش؟ لأن الـ RNA يسلك مسلك الـ mRNA، خلوها ببالكم. فشوف لذلك الكورونا فيروس شديد التضاعف يعني بسرعة يتضاعف، لذلك دا يصير عندي هاي ميوتيشن، دا يصير عندي ميوتيشن جدا عالي. دا تشوفون كل فترة وقالوا ظهر فيريانت، كل فترة ظهرت فيريانت، الفيروس دا يتضاعف بصورة كلش سريعة. بالإضافة إلى أنه الـ RNA ما عنده نظام تصحيح، لذلك دائماً فيروسات الـ RNA يصير بها طفرات، تخلوها ببالكم. فيروسات الـ RNA يصير بها طفرات، لذلك بصعوبة أني أوجد إلها لقاح، حتى إذا لقيت لقاح مؤقت، لازم كل سنة أقعد أغير، كل فترة أغير. هسه أنتوا أخذتوا لقاح هيباتيتس بي، شوف الهيباتيتس بي إلى لقاح لأن هو DNA، لكن السي ما إلى لقاح لأن هو RNA. دائما يصير بيه طفرات فما له لقاح. المهم هسه راح نجي قلنا الكورونا فيروس هو سنجل ستراند بوزيتيف ار ان اي فيروس، الابعاد مالته من 80 الى 120 نانومتر ان دايمتر. التراكيب الموجوده بالكورونا فيروس عنده جلايكوبروتين اس اللي هو نسميه سبايكو بروتين اللي هو استخدموه في صناعه اللقاحات، ايضا عنده ترانس ممبرين جلايكوبروتين، عنده مينر ترانس ممبرين بروتين، وعنده انترنال فوسفوريليتد نيوكليوكابسيد بروتين، بني مهمات تركزون عليهم. ايضا عنده انزيم بروتيز، طلاب كورونا فيروس عنده انزيم اسمه بروتيز، هذا الانزيم يساعد انه يتغلغل بصوره عميقه الى خلايا الرئه، يعني ما تكون الاصابه مالته سطحيه، يتغلغل ممكن الى يعني ادق اماكن بالرئه، لذلك تكون الاصابات سيفير وصارت عندنا وفيات بسبب هذه البيرلنس فاكتور، عوامل الضراوه الموجوده عند الفيروس. هذا هو تركيب الفيروس، قلنا هو من الفيروسات المغلفه، هذا الغلاف مالته هو سفيريكال بارتيكل، نوع الجينوم مالته سنجل ستراند بوزيتيف ار ان اي، يمتلك ممبرين جلايكوبروتين ويمتلك هذا هو السبايكو بروتين اللي يستخدمه بعملية الاتاتشمنت، يستخدمه بعملية الاتاتشمنت اللي هو اللقاح يشتغل عليه. من يدخل الفيروس إلى داخل الجسم وأنت ماخذ لقاح
الاجسام المضاده اللي مكونها جسمك راح تيجي ترتبط على ذني السبايكات على ذني البروتينات فتمنع الفيروس. يعني مثل واحد يلزم ايديك ورجليك فمن يجي يدخل الخليه ما يقدر يلتصق، يريد يلتصق ذني الاماكن كلها مشغوله كلها مرتبطه بها الاجسام المضاده اللي ولدها جسمك نتيجه اخذ اللقاح. فبهذه الحاله ما راح يدخل الفيروس الى داخل جسمك ما راح يقدر يلتصق، واحنا اتفقنا انه اذا ماكو اتاتشمنت ماكو انفكشن. هذه صوره توضيحيه طلاب. احنا قلنا ريسبتر اكيد تعرفوه هو الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم 2، انجيوتنسين كونفرتينج انزيم 2 اللي موجود باللانج، هذا ريسبتر خاص بالكورونا فيروس. هاي صوره توضيحيه توضح انه شلون الفيروس يلتصق وشلون يدخل الى داخل الخليه. هاي يعني بس مجرد توضيح خليتها لكم. إذا نجي نتكلم هسه عن الـ type of coronavirus، طبعاً طلاب الكورونافيروس هي large group، هي لحد هسه ظهراً هي طلاب سبع جروبات لحد هسه ظهراً ثلاثة اللي هو SARS والMERS وهذا الكورونافيروس. أكو بعد أربع جروبات يعني الله أعلم احتمال تظهر وإن شاء الله ما تظهر، موجودة بعد أربع لكن هي ذيك أكثر شيء يعني zoonotic infection. هي الكورونا طلاب هي زونتيك انفكشن لكن نتيجة الطفرات أصبح بإمكانها أنه تنتقل للهيومن. فالحد هسه يعني ثلاثة من عندها فقط صار لها تحورات وظلت تصيب الإنسان، بعد عندنا أربعة يعني أربع مجموعات الحد هسه ما ظهرت. فالكورونا فيروس تسبب لي عدة إصابات، أما أن تسبب لي respiratory infection أو تسبب لي gastrointestinal infection. طبعا الامراض اللي تسببها ممكن تكون طفيفه مثل كومن كولد او ممكن تكون سيفير يعني تسبب لي نيموني مثل عندكم السارس بمعنى سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم. هذا ظهر بالتشاينا ظهر بال2003 في منطقه الصين. وعندي الميرس اللي هو ميدل ايست ريسبيرتوري سيندروم ظهر بمنطقه السعوديه العربيه بال2012. كانوا يتناولون يعني لحوم وحليب الجمال فايضا اتفشى عندهم وايضا صارت اوبئه عندهم اللي هي الميرس بال2012. واحنا اللي ظهر بالعالم كله الكورونا فيروس اللي هو بدايه اصابته يعني اول ما بدا بال2019 كانوا يسموه نوفل كورونا فيروس لكن حاليا اطلقوا عليه بالكوفيد 19 يعني اصبحت له تسميه كوفيد 19. شوفوا طلابي هنا الـ origin of the virus قلنا الميرس السبب مالته تناول اللحوم والحليب الجمال. السارس كانوا يتناولون الصين مثل ما تعرفون كل شيء ياكلون كانوا يتناولون القطط فلذلك تفشى عندهم بال2003. اما الكورونا فيروس لحد هسه هو يعني الى عدة مصادر للإصابة. الـ virulent factor بالنسبة للكوفيد 19 قلنا الفيروس يمتلك بروتيز انزيم help virus particle to secrete to lower part of the lung، لذلك هذا الانزيم enhancing the severity of the infection يساهم بانه تكون الاصابة حادة. ايضا الفيروس يسبب essential formation. هسه طلاب شنو اللي فهمتوا عن essential virus essential formation شنو فائدتها بالنسبة للفيروس؟ دكتورة يسهل الانتشار يسرع بعملية الإصابة، يعني بدل ما إنه يصيب خلية وقلنا يدخل ويتضاعف وتكمل عملية التضاعف ويطلع من عندها يروح عود همنا يلتصق بخلية ثانية ويسوي فيوجن يلتصق، لا هذا مباشرة أربع خلايا يصيبها نفس اللحظة عن طريق الفيوجن بروتين الالتحام اللي له القابلية على إنه يسحب الخلايا المجاورة ويلحمها يعني يلتحم غلاف الخلية المصابة ويا غلاف الخلية السليمة فيكون مثل البرج يعني مثل الجسر ممكن انه يعبر الفيروس الى الخلايا المجاورة بنفس اللحظة. ايضا من الفيرولنس فاكتور اللي يمتلكها الكورونا فيروس الى القابلية على ان يسوي سبرجن للانتي فيرال انترفيرون. احنا نعرف انه الانترفيرون هو ينفرز بحالة الاصابات الفيروسية. الانترفيرون ينبه الخلايا المجاورة يعني الخلية المصابة بالفيروس تفرز انزيمات او بروتينات تنبه الخلايا المجاورة تقولها ترى اكو اصابة بالفيروس اكو اصابة فيروسية بالجسم. فالخلايا المجاورة شو تسوي؟ تفرز ايضا بروتينات تمنع الفيروس من ان يدخل الها. الكورونا فيروس شو يسوي؟ يثبط هذه العملية يعني من تصاب بالكورونا فيروس ما عندك انترفيرون اذا راد ينفرز ما ينفرز يثبط الكورونا فيروس.
ايضا الكورونا فيروس شو يسوي؟ يسبب لي زياده بالانترلوكينات المناعيه اللي هي الانترلوكين 6 الانترلوكين 8 اند تيومر نيكروسيس فاكتور. سمعتوا انه مثلا يقول لك عاصفه السيتوكينات، هذا الشخص انصاب بالكورونا فيروس صار عنده عاصفه سيتوكينات، شنو معناها طلاب؟ هذني الانترلوكينات والانترلوكين 6 والانترلوكين 8 والتيومر نيكروسيس فاكتور ذني من يزيدن بالجسم يزداد العدد مالتهم، يعني هن ينفرزن بالاصابات ينفرزن بنسب معينه. بعض الاشخاص مو كلهم، مو كل الاشخاص المصابين بالكورونا يصير عندهم عاصفه سيتوكينات، بعضهم يصير زياده جدا عاليه بهاي الانترلوكينات، فيصير الجسم بالعكس يؤذي نفسه. هي وين تصير المعركه؟ هي المقاومه وين تصير بين الجسم والفيروس بيا عضو؟ طلاب هو الكورونا فيروس ريسبتر مالته الانديو تنسين كوفر وين؟ باللانج. باللانج، فاذا هاي كلها المعركه والسيتوكينات والمحاربه بين الجهاز المناعي والفيروس هي باللانج، فبهاي الحاله خلايا الرئش راح يصير بيها راح تتنخر راح يصير بيها سوائل راح تتنخر راح تتلف. لذلك تشوف من الاشخاص يصير عندهم ذول الوفيات يقولوا الرئه مالته تالفه بنسبه 70% وب 80%. شنو السبب طلاب؟ السبب هو البروتيز انزيم بالاضافه الى انه الجهاز المناعي، الجهاز المناعي هذا التيومر نيكروسيس فاكتور عامل النخر، هذا عامل النخر تيومر نيكروسيس فاكتور، هذين كلهن يساهمن بعمليه تنخر خلايا الرئه. واضح لهنا؟ طبعا ايضا الجهاز المناعي مو بس يفرز السيتوكينات، يفرز الجلوبولينات المناعيه اللي هي الاي جي جي والاي جي ام، اللي اكيد كلكم سويتوا فحوصات مو تمام؟ سويتوا فحوصات اي جي ام واي جي جي سواء المصابين او الغير مصابين على يعني من طلبوها من عندكم الكليات انه تجيبون تحاليل تثبت انه انت غير مصاب. شنو التحاليل اللي سويتوها؟ هاي الاشرطه الستربات، اكو حد سوى هاي الاشرطه؟ سويت البي سي ار تمام، واكو ايضا فحص اخر هو هاي الاشرطه الستربات، هذه شو تبين؟ تبين الاي جي جي والاي جي ام. طبعا احنا نعرف انه الاي جي ام ورا 10 ايام من اي اصابه يبدي يصعد عندي الاي جي ام، فحتى بحاله الكورونا فيروس طلاب الاي جي ام والاي جي جي يعني حتى لما ينفرز الاي جي ام مو كافي ما يحميك لان هو الفيروس جدا قوي. ايضا بعض الصفات الموجوده عند الكورونا فيروس انه هو هارد زونيتيك اورجن. مشكله الاخرى بالكورونا فيروس انه هو يصيب الحيوانات، لذلك شوف يعني هو اكثر من مصدر للاصابه، يعني بما انه يصيب الحيوانات هاي ايضا مشكله اخرى، يعني هو ما يصيب فقط الانسان واني اقدر يعني بهاي الحاله يعني اقدر احد من الاصابه، هو ايضا زونيتك انفكشن يعني راح صاب الحيوان سو طلع سوى لي سترين اخرى او سوى لي فيريان طلع راح صاب الانسان. هنا المشكله كلها بسبب انه هو عنده هاي ريبليكيشن وهاي ميوتيشن بسبب انه هو سنجل ستراند بوزيتيف ار ان اي. واضح لهنا؟ لذلك اني صح هم لقوا لقاحات لكن نشوف بس بين فتره وفتره تظهر عندي فيريانت، وهسه الحمد لله اخر شيء السلاله الاخيره اللي هي الاوميكرون يعني اكثر يعني العفو اقل سيفير يعني من الدلتا والانديا سبتايب تكون اقل سيفير لكن اكثر انتشار. هسه عندنا هذه هنا اسينشال فورميشن عرفتوها بعد ما كنت اتكلم عنها. نجي الى الكوفيد سيمبتوم، اريد احد هو يشرح لي يعني اكيد عندكم معلومات شنو هي السيمبتوم للكوفيد 19؟ دكتوره بيبر اكو عندي كومن سيمبتوم تصير يعني بكل الاشخاص حالها حال الانفلونزا فيروس، شنو هي؟ دكتوره شورتنس اوف بريث تمام الكاف والبيبر نعم دكتورة رينوريا يصير بال راني نويز نعم دكتورة ايضا انه التيست الملاق ايوه ترى هاي التيست والملاق حتى بالانفلونزا مرات تصير يعني عند الواحد يعني مو بس صفه مميزه للكورونا يعني حتى الانفلونزا زين هذا سائل كومن سيستم زين الاعراض الاخرى يعني اكو بعد اعراض مثلا الاعراض الاخرى موجوده هاي ببالكم هذيك يعني هسه ما حد مصاب بفلونزا وصاير عنده صداع؟ هذيك يعني
فاتيج انه يفقد ال فاتيج هديك نعم اي نوزيا نوزيا اي هاي كلها تمام إذن هذين يتخلون ببالكم طلاب تفيدكم ترى بحل الكيسات يعني أي معلومة بالمحاضرة جدا مهمة أي معلومة أي رمز أي رقم أي مصطلح كلها مهمة وكلها أريدها تفيدك بحل الكيسات زين طلابة كيف سمعتوا ميوتيشن مثلا فيريانت شنو الميوتيشن وشنو الفيريانت الميوتيشن اللي هسه شرحتها بالإنفلونزا فيروس الميوتيشن قلنا تغير صغير بالجينيتك سيكونس أو الفيروس يطلع لي نفسه هو الفيروس لكن به تغيرات بسيطة هاي أسميه ميوتيشن لكن الفيريانت شنو طلاب الفيريانت هي مجموعة من الفيروسات شلون هسه طلعت لنا كورونا طلعت لنا بعدين دلتا طلعت لنا بعدين الانديا كورونا فيروس آخر شيء هسه طلعت لي الأوميكرون كل وحدة لها اختلاف عن الثانية هاي أسميها الفيريانت كل وحدة طيتها تسمية هاي أسميها الفيريانت تختلف عن الميوتيشن هاي المصطلحات الديفينيشن اريده فبالنسبه للكورونا فيروس طلاب الطفرات اللي صارت بي شنو سوت الطفرات احنا اتفقنا انه عنده سبايك بروتين يستخدمه بالالتصاق بالانجيوتنسين كونفرتينج انزيم 2 اللي هو الريسبتور الموجود باللينك فاول فائده فادتها هاي دا احكي طلاب على هذا الدلتا هذا الخطر اللي موت وايناس وعلى الانديه النوع الانديه اللي هي السلاله الهنديه اللي كتله العديد يعني اكيد شفتوا بالاخبار العديد يعني بالالاف بالوفيات باليوم السبب طلاب هاي الطفرات شنو سوت هاي افينيتي بتوين اي سي اي 2 اند ريسبتر باندينج دومين يعني شوفوا طلاب مو كل الفيروسات تدخل الخلية كلها تلتصق بعضها يصير لها عملية يعني شلون خلينا نقول من يلتصق الفيروس مو كله التصق ودخل بعضها يلتصق مثلا ما تتم عملية الانتصاق بنجاح يعني شلون الفيروس خلينا نقول انه يعني يزحلق من الخلية ما راح يقدر يدخل الى داخل الخلية فأول صفة بالطفرات سوت هاي افينيتي يعني سوت الفة جدا عالية بين الريسبتور وبين مواقع الارتباط بالفيروس فبهاي الحالة صار عندي النقطة الثانية زيادة بدخول الفيروس الى داخل الخلية طلاب جدا تركزون معي بهاي الكلام اول شيء هاي افينيتي يعني الفيروس مباشرة اجا ماكو فيروس ما يصير لعملية يعني من صارت بيه الطفرة كل الفيروسات تيجي ترتبط بالخلية كلها تدخل فبهاي الحالة كمية الفيروس الداخل للخلية دخل زين اني من عندي فيروسات وواحد دخلت الى داخل الخليه ايش راح يصير عندي النقطه الثالثه راح يصير عندي ريبليكيشن جدا عالي يعني وين اني يدخل لي فيروس واحد وين اني تدخل لي مئات الفيروس فاذا زياده الفه زياده دخول زياده ريبليكيشن زين من زاد الريبليكيشن ايش راح يصير عندي النقطه الرابعه يعني كل احنا متفقين انه كل فيروس يصيب خليه يتضاعف يطلع يروح وين يصيب غير خليه وكذا مو هاي الحل لذلك مرات شو تشوف يقول لك هذا الشخص حسب الدوز مثلا هذا توفى هذا متعرض للدوز كلش عالي لان طلاب من يدخل لي اني من تدخل لي 10 فيروسات الجسمي يقدر يسيطر عليها بس اني من يدخل لي 1000 فيروس جسمي يقدر يسيطر ما يقدر يعني حتى اذا سيطر بصعوبه واحتمال يعني يؤدي للوفاه لان يعني احنا الفيروس قلنا هو الفيروس جدا قوي فاذا صارت كميه فيروسات عاليه دخلت الى الخليه وصار عندي الليبريكيشن عالي كل 1000 فيروس يدخل يطلع لي فد 2000 فيروس اذا الفيرال لود بالجسم راح يزداد لو يقل يزداد زين من ازداد الفيرال لود هذا الشخص ايش راح يصير به من يقح يجوز ينشر الاف الفيروسات مو اذا انكريز فيرال برودكشن باي كف والسنيز يعني كميه العدوى هذا الشخص راح يكون جدا انفكتشوز جدا معدي واضح اللي هنا لذلك وحده من فوائد اللقاحات طلاب وحده من فوائد اللقاحات انه تسوي لي من سوت لي انهبيشن للريبليكيشن قللت لي الفيرال لود فبهاي الحاله الشخص حتى من يقع بدل ما ينشر لي الاف الفيروسات يجوز كل قحه يطلع لي كم فيروس فاحنا اذا كميه قليله تنتشر بالايروسول ما راح تسبب لي ما ممكن يعني اذا كميه قليله راح تكون يعني احتماليه حصول الاصابه راح تكون جدا قليله فهاي النقاط جدا تركزوا لي عليها ست نقاط جدا مهمه شنو تاثير الميوتيشن على السيفير اوف انفكشن
أعيدها طلاب لو واضحة؟ واضحة دكتورة. جدا واضحة يعني؟ تمام. هسه نجي على الدبل ميوتنت كوفيد فيروس فاون ان انديا. شوفوا طلاب، السلالة مال انديا ليش يعني كانت جدا سيفير وسببت للعديد ايضا من الاصابات والوفيات؟ هي دلتا ما قصص، دلتا ايضا قتلت الالاف من الاشخاص، لكن الاندية صار بها طفرتين بنفس اللحظة. يعني احنا الدلتا فيروسات بها طفرتين، طفرة سوت بها افينيتي للانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، وطفره في هاي الحاله قلنا ادت الى زياده بالانتشار، والطفره الثانيه انه خلتها تهرب من الجهاز المناعي، هاي دلتا. لكن مو اثنينات نفس الفيروس، يعني ورا فتره ظهرت هذه عندها هاي افينيتي لسباك، ورا فتره طلعت دلتا الثانيه عندها انه تهرب من الجهاز المناعي. لكن بحاله انديا لقوا انه نفس الفيرينت، يعني نفس الفيروس سوى طفرتين، يعني نفس الفيروس بطفرتين. فالطفره الاولى سوت هاي افينيتي سبايك فور ريسبتر، يعني الارتباط بالريسبتر، والطفره الثانيه مكنت الفيروس ان يسوي ايفيجن، يعني يهرب من الجهاز المناعي، الجهاز المناعي ما يقدر يلقى في الفيروس. يعني حتى الشخص يعني مصاب بدلتا وصار له شفاء، من انصاب الانديا فيروس الجهاز المناعي ما يقدر يلقى في الانديا فيروس، يعني هو بسبب انه عنده طفره الى القابليه على انه يهرب من الجهاز المناعي. فهي الطفرة الأولى الهاي أفينيتي، والطفرة الثانية شوفوا طلاب إميون إيفيجن إلى القابلية على الهروب من الجهاز المناعي. لذلك أشوف إنه الإنديا فيروس كانت سريعة الانتشار، كانت مور سيفير، أدت إلى وفاة أكثر من الدلتا فيروس. هذين أيضا أنواع الطفرات مهمة طلاب، لذلك سموها بالدبل ميوتنت، دبل ميوتنت لأن نفس الفيروس نفس البارتيكل صار بيها تو إيفيجن. واضح لهنا؟ خليت لكم معلومات عن ال what is omo يعني omicron variant. ال omicron قلنا هو يعني حسب منظمة الصحة العالمية هو آخر سلالة ظهرت، وطبعا تتميز إنه هي أقل سيفير من الدلتا، أقل سيفير من الدلتا، ويشتغل عليها اللقاح، ولكن بها صفة إنه سرعة انتشارها عالية، سرعة انتشارها عالية. فهاي أيضا الشيء أيضا مقلق، يعني هي حتى إذا ما تسبب وفيات ما دام سرعة انتشارها عالية، فبهاي الحالة راح انه ايش راح يسبب؟ lead to the more hospitalization، يعني الأشخاص اللي يدخلون مصابين يدخلون المستشفى راح يزيد عددهم، بالتالي وضع يعني موضوع السيطرة راح يقل، وأيضا ممكن احتمال انه يسبب لي وفيات، لكن هو كحدة هو يكون يعني أقل سيفير من الدلتا فيروس. هاي السلالة الأخيرة اللي ظهرت يسموها بالأوميكرون. السيمبتوم بالنسبة للأوميكرون عندنا ثلاث انواع، اما الموست كومن سيبتوم اللي هي حاله حال يعني الابر ريسبيرتوري تراكت، حاله حال الانفلونزا، الفيفر، الكاف، السنيزنج. الليست كومن سيبتوم شنو ظهر شافوا؟ انه يصير عندنا سور ثروت، هيديك، البين، دياريا، رش اوف سكن الى اخره، يصير عندكم عده احمرار بالعينها بالنسبه للليست كومن. السيريوس سيبتوم اللي شافوا انه يصير عندهم حالة اختناق او قلة بالتنفس، هاي يسموها السيريوس سيبتوم، لكن هاي تكون حالات يعني قليلة. الاكثر شيء شائع الموست كومن سيبتوم هي الحالات اللي تشبه الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، لان ما مثل ما قلت لكم هو للسيفير اقل من الدلتا. بالنسبة للبريفنشن اكيد كلكم تعرفون البريفنشن، مثل ايش احد يتكلم لي عنها؟ دكتورة انه دائما لازم يعني يلبسون الفيس ماسك، يستخدمون يعني الكلينس يعني احسن من غير شيء على مود يتخلصون منه بسرعة، تعقيم يعني غسل الايدين دائما، نتجنب يعني الكونتاكت ودايركت كونتاكت. نعم الهايجين يعني اهم شيء. ممتاز، هاي كلها حتى نمنع عمليات الإصابة. زين طلاب من يقدر يشرح لي أو يقول لي مثلا شنو السبب إنه يعني تصير هاي الميوتيشن؟ شنو السبب إنه هاي الفيريانت بدها تظهر؟ يعني أنا صح قلت لكم إنه سبب الفيريانت صار عندنا ميوتيشن بالسبايك بروتين، وهذا السبايك بروتين أدى إلى ظهور العديد من الفيريانت. وأيضا طالب يقول لي إحنا البروتين هو منين يتكون البروتين؟
هسه هذا السبايك بروتين، اذا نرجع له هذا السبايك بروتين مين متكون؟ نرجع للفيروس صورة الكورونا فيروس، هذا السبايك بروتين متكون من سلسلة من الأحماض الأمينية، سلسلة من الأحماض الأمينية اللي أكيد تعرفوها، ذني الأحماض الأمينية 21 حامض أميني. فطلاب أي طفرة، أي طفرة بواحد من حامض أميني، يعني إذا سينجل ميوتيشن، إذا سينجل ميوتيشن راح تظهر لي فيريانت أخرى، يعني تظهر لي فيريانت ثانية. يعني مثلا خلينا نقول اليوم صار بالكورونا فيروس صار عندي سنجل ميوتيشن، مثلا تغير السيرين، مثلا سيرين موجود بكذا موقع تغير صار بمكان الإلانين، وراح السيرين مثلا صار بمكان الإلانين حسب الطفره. مثلا طفره اضافت لي حامض اميني، طفره حذفت لي حامض اميني، هذه شو اسمها؟ هذه هي الطفرات اسميها سنجل ميوتيشن. وين تحصل هذه الطفرات؟ تحصل فقط هنا بالسبايك بروتين، وهاي الطفرات هي عن طريقها الفيروس يتغير، اما ان يكون يعني مور سيفير جدا حاد او يكون ليس سيفير. فشنو سبب هاي الطفرات اللي تصير؟ يعني شنو سببها؟ اول شيء قلنا انه الفيروس هو الان ار ان، يلا من يجاوبني؟ شرحتها طلاب دكتور الان ار ان اي فماكو ريبير ميكانيزم؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا. الار ان اي طلاب، الار هاي انا حكيت، لو تعرف المعلومه لا انت حكيتي حكيت طلاب، الار ان اي ما عنده بروف ريدنج، ما عنده بروف ريدنج، ما عنده نظام تصحيح، مو مثل الدي ان اي. هاي اول معلومه تخلوها ببالكم. المعلومه الثانيه انه الار ان اي بالتضاعف يكون اسرع من الدي ان اي، مو كل ار ان اي، فقط البوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي، بوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي. هاي صار سببين. السبب الثالث طلاب زياده الاصابات. يعني شنو؟ يعني هسه مثلا باليوم الواحد اصابه بالالاف، فهذا الفيروس يدخل بالالاف، تدخل للخليه ويسوي ريبليكيشن، زين هو بالريبليكيشن ده يصير له ميوتيشن. فلذلك دائما شو يقول لك؟ يقول لك حتى نسيطر، يعني دائما منظمه الصحه العالميه تقول حتى نسيطر على هذا الوباء لبسوا كمامات، لا تخلون الاصابات تصير، لقحوا. هسه هو شنو السبب الاوميكرون ضعف طلاب؟ شنو السبب انه الفيروس ضعف؟ شنو السبب؟ احد يقدر يجاوبني؟ ليش من الناس لقحت والتزمت والفيروس يعني صارت الطفره مو بصالحه مثل ما نقول ضعف؟ هسه هو شنو السبب؟ طلاب الفيروس ظل من يدخل للجسم، ظل من يصيب، مثلا من يدخل للأجسام يلقى، مثلا يلقى هذا الشخص ماخذ لقاح ده يدخل للجسم ما ياخذ راحته بالتضاعف، ده يلقى أجسام مضاده، اما ناتج الأجسام يعني الناس كلها صابت تقريبا الاغلبيه، فمن ده يدخل للجسم هذا الجسم اما مصاب سابقا فالفيروس يلقى أجسام مضاده ده تقاومه، او انه هذا الشخص ماخذ لقاح فده يدخل الفيروس يلقى أجسام مضاده فمدى ياخذ، يعني خلينا نقول انه حريته بالتضاعف، مدى ياخذ حريته بالتضاعف، دا يلقى مواجهه، دا يلقى مقاومه، فبهاي الحاله الطفرات دا تصير، ايش دا تصير؟ ضعفته، يعني مو من صالحه، فدا اشوف انه كل ما يعني كل ما الاغلبيه تنصاب، كل ما الاغلبيه تاخذ لقاح، كل ما يضعف الفيروس اكثر واكثر الى ان ينتهي. هسه مثلا واحد يسالني يقول لي زين دكتوره انفلونزا الخنازير اللي كتلت كوما ناس وانفلونزا الطيور وين راحت؟ موجوده طلاب، موجوده وهي كل سنه ده تظهر، لكن صارت عندنا مناعه اسمها مناعه القطيع، يعني الفيروس الضعف من قد ما ده يدخل ويصيب وده يلقى مقاومه ضعف، صار حاله حال الانفلونزا العاديه، مثل الستر الكورونا صارت حاله حال الانفلونزا العاديه، وراح نتعايش وياها وراح تظل تصيبنا، لكن من اللي تاثر بهم وتقتلهم؟ هسه احنا ترى الحدث ده نسمعك وفيات، منو خطيه اللي يتاثرون ويموتون رغم انه الفيروس ضعف؟ اللي عندهم أصحاب المرض المزمن، الكبار بالعمر، اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني اللي جهاز مهم الإميون كومبرومايز، والكبار بالعمر خطيهم اللي يتوفون، وبعد منه اللي دي يدخل له دوز عالي، دي يدخل له دوز عالي، هذه الكتلة جسمه ما يقدر يسيطر عليه. يعني أنا لحد قبل شهر سمعت شخص توفى نسبة التلف بالرئة مالته 75%، ما يقدر، ليش؟ لأن هذا الدوز داخل جسمه عالي. وبعد من الاشخاص اللي يموت اللي ما يلتزم بالعلاج، يعني مثلا اول ما صارت عنده اصابه همل نفسه ما تلقى العلاج الملائم، فالفيروس يبدي يتضاعف بجسمه ويبدي يتغلب عليه، فاشوف يعني اقوى فيادة تحصل رغم انه الفيروس ضعف.
لكن طلاب الفيروس باقي وراح نتعايش وياه حاله حال الانفلونزا فيروس. وايضا اللقاح راح يبقى بحاله تجدد، راح نبقى لازم ناخذ جرع، لان احنا مثل ما نعرف انه هاي الاجسام المضاده اللي يكونها اللقاح هي ترى ما تبقى يعني بالدم فتره، اللي تتعرض الى دمج، اللي يلتهمها الجهاز المناعي فيقل تركيزه، لذلك كل فتره لازم احنا ناخذ البوستر دوز اللي هي الجرعه المعززه. واضح اللي هنا؟ فاللقاح اللي تاخذه طلاب هسه، حتى لقاح الهيباتيتس بي عليه من يشتغل على السبايك، يعني على الاشواك الموجوده بالبروتين، يعني على الاشياء اللي يستخدمها الفيروس بالالتصاق. شنو الشيء اللي يستخدمه الفيروس بالالتصاق والى لقاح يشتغل هذا اللقاح عليه حتى يمنع من الالتصاق؟ لان انا اريد امنع اصابه، اريد امنع الفيروس انه يدخل للخليه، لان اذا دخل للخليه هذا هو بعد سوالي ريبليكيشن ما اقدر اسيطر عليه انا. واضح اللي هنا؟ كلاس يعني الميوتيشن يصير بس بالسبايك؟ الميوتيشن اول شيء ما تصير بكل الفيروسات، ثاني شيء انت احكي لي عن فيروس معين واجابك كورونا فقط. هاي الصوره الميوتيشن تصير بالسبايك بروتين، كل الطفرات تصير بالسبايك بروتين، هو يغير لك بالسبايك، يغير لك بس كورونا فيروس وكل الفيروسات. لا هسه عندك الانفلونزا ايضا بالاتش والان بالهيموجلوتينين وبالنيورومينديز. مثلا عندك الهيباتيتس سي، الهيباتيتس سي ما عنده ذني الاشواك، يغير عنده مستضدات سطحيه، هم يغير بالمستضدات السطحيه. هو طلاب وين تصير الميوتيشن؟ هو من دا يتضاعف الامار ان اي، مو دا يتضاعف، يصير خطا بعمليه التضاعف، فالفيروس يوظف هاي الطفره يوظفها الصالحه. مثلا صار عنده هو هن مو ذني راسا من بحد يجي يتغير عن طلاب، هن ذني من دا يصنعها؟ ذني البروتينات من دا يصنعها؟ يصنعهن الام ار، متفقنا؟ طلاب نهايه كل ريبليكيشن ترانسليشن، نهايه كل ترانسليشن تصنيع بروتين، سواء كان انزيم، سواء كان هرمون، سواء كان اي شيء. هسه ذني بروتينات، ذني شلون صنعهن الفيروس؟ شلون صنعهن؟ صنعهن عن طريق الام ار ان اي. زين الام ار ان اي مين جاني؟ مو قلنا من الار ان اي؟ فالطفره اللي تصير بالار ان اي، تصير بالار ان اي وين راح تاثر لي؟ تاثر لي بالنهايه وراء عمليه ترانسليشن، تاثر لي على تصنيع اجزاء الفيروس. فشو يسوي؟ يصير مثلا عندك هنا خلينا نقول حامض اميني، خلينا نقول السيريم انحذف، صار بمكان الالانين، وين اثر لي؟ اثر لي على الفيروس. مثلا الانطاس صفر صار عنده هاي افينيتي، ظل يرتبط بقوه، يعني بدل ما يجي الفيروسات فد خمس فيروسات، فد اثنين يدخلن، لا ذني الخمس فيروسات كلهم يدخلن للخليه، لان هو وظف هاي الطفره الصالحه، ظل يرتبط بقوه، ظل يدخل بقوه، ظل يقاوم الجهاز المناعي، ظل يهرب من الاجسام المضاده حسب نوع الطفره. الطفره وين تصير؟ تصير بالسبايك بروتين. هو انت جهازك المناعي من يهاجم سبايك بروتين، ليش؟ لان هي هاي يستخدمها الفيروس بالالتصاق بالخليه الهدف. فلذلك اللقاح يشتغل على السبايك بروتين. تمام دكتور، واضح. نعم، بعد شو عندكم سؤال طلاب؟ شوفوا طلاب تركزوا لي، يعني معلومات هاي لازم تعرفوها، كل فيروس مغلف او ما مغلف، ار ان اي او دي ان اي، اذا ار ان اي نيجاتيف او بوزيتيف، مثلا شنو بعد، شنو البروتينات الموجوده ب، شنو بعد عندكم، شنو الانزيمات الموجوده بي، اذا بي اكثر من سب تايب، كل سب تايب شنو اللي يسبب، ذني وتفيدكم بحل الكيسات. وطبعا طلاب بالنسبه للبارا انفلونزا فيروس احنا اتفقنا انه هو 4 تايب، تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4. الفور قسموه الى 4 اي و 4 بي، اثنيناتهم ال 4 اي وال 4 بي يسبب لي فقط الكومن كولد، هاي تخليها ببالك، ال 4 اي وال 4 بي يسبب لي الكومن كولد. واضح اللي هنا طلاب؟ يعني دكتوره سؤال، شنو معنى البوزيتيف سنس ار ان اي او نيجاتيف نقول عليه، شنو معناه؟ هاي دانا على القطبيه مالت الفيروس، يعني مثلا هذا الفيروس سالب الشريط، هذا بوزيت يعني موجب للشريط، يعني هاي راد لها وحده محاضره وحده. على الاقطاب مالت الشريط مال الفيروس عندنا سنجل ستراند بوزيتيف، سنجل ستراند نيجاتيف،
عندك سيجمنتد نون سيجمنتد، والسيجمنتد ايضا اكو بوزيتيف واكو نيجاتيف، هذه على القطبيه الفيروس. طبعا والنيجاتيف ستراند طلاب، النيجاتيف ستراند ما يقدر يتضاعف، لازم يتحول بوزيتيف ستراند ويريد وبعدين يتحول يسلك مسلك الام ار ان اي. واضح اللي هنا؟ النيجاتيف ستراند لازم يتحول بوزيتيف ستراند وبعدين يبدي بعمليه الترانسكريبشن اللي هي نهايتها ترانسليشن وتصنيع بروتينات. بعد شو رايكم سؤال طلاب؟ اكو احد عنده سؤال بعد الكورونا فيروس؟ دكتورة بس سؤال. نعم ايه تفضلوا عيني. دكتورة انفلوب فيروس يعني لو استهدفه والانفلوب مالته يعني ممكن نقضى عليه لو الا شرط السبايك؟ اي هاي شلون تستهدفه؟ لازم تستهدفه هو خارج، يعني هو تستهدفه خارج الجسم بالمعقمات، بالاشعة فوق البنفسجية، بالمذيبات العضوية. اذا هو دخل الجسم شلون تستهدف الغلاف؟ لا ما تقدر تستهدف الغلاف. هو الغلاف عبارة طلاب، الغلاف عبارة عن لايبوبروتين، يعني العفو لبد، عبارة عن دهون. فأني ما أقدر أستهدفها، أني غير أستهدف الأشواك حتى أمنع من الالتصاق، أني قوم أروح على الانفلوب. أني اللي يهمني إنه الفيروس من يدخل الجسمي ما يلتصق، لأن بس يلتصق ويدخل للخلية بعد ما أقدر أوصل لأني، هذا هو دخل للخلية راح يتضاعف يسوي لي انفكشن، يطلع يصيب غير خلية. هسه طلاب انتوا اخذتوا لقاح الهيباتيتس بي فيروس؟ اكيد اخذتوا هاي الحمله هسه مع لقاح التهاب الكبد بي. اخذتوا لقاح طلاب لو لا؟ اي شنو هو هذا اللقاح طلاب؟ انا مو انا العام اخذتكم بالانفكشن ميوتي لو ما اخذتكم؟ مدرستكم العام بالبلاد بورن فيروس المحاضره مال انفكشن اميونيتي؟ نعم اي. فهذا طلاب اللقاح هم يعني شو يستهدف؟ الفيروس من يدخل للجسم بمن يلتصق؟ الهيباتيتس بي بمن يلتصق بالجسم؟ يلتصق بالسيرفس بروتين. فهذا اللقاح سووه ايضا يشتغل على السيرفس بروتين، مجرد ان يدخل الفيروس الاجسام المضاده اللي كونها جسمك تسوي يسمونه نيترولايزيشن. نيترولايزيشن شنو نيترولايزيشن؟ يسوي معادلة للفيروس، تيجي ترتبط شكو سيرفس انتيجين فارغ تيجي ترتبط به. قلت لك مثل واحد يلزم ايديك ورجليك، فبهاي الحالة الفيروس ما راح يقدر يلتصق، وما دام ما التصق ودخل الخلية مباشرة الجهاز المناعي راح يجي يهاجمه ويقتله ويمنع الإصابة. فهذا الكورونا فيروس نفس الشيء تماما طلاب. دكتورة بين كل جرعة وجرعة قد شهر؟ بالنسبة للهيباتيتس بي الجرعة الأولى، الجرعة الثانية ورا الشهر، الجرعة الثالثة ورا 6 شهور. وأنتوا كأطباء، ولازم ورا كل 5 سنوات تاخذ البوستر دوز. يعني أنت يعني كطبيب دائما معرض للبلاد، معرض إنه استكني تعرض نفسك يعني للخطر، يعني إنه أنت دائما بتماس، خاصة هم أطباء الأسنان. مثل واحد يضرب ابره او سحب دم من مريض مصاب وبالخطا، يعني خلينا نقول ضرب نفسه بالغلط، يعني يسمونها الاكسيدنت اوف نيدل او كونتامينيشن، يعني ملوثه. فدائما لازم انت تاخذ البوستر دوز كل 5 سنوات. ليش طلاب؟ ليش؟ لان هاي الاجسام المضاده اللي كونها لقاحيه ما راح تبقى ثابته بجسمك، قسم راح يصير لها دمج تتحطم، قسم راح يلتهمها الجهاز المناعي، يعني قل العدد مالتها. فكل ما قل العدد مالتها انت تقل الفرصه مالتك بان ينحمي جسمك من الفيروس. لذلك دائما لازم تجدد المناعه. شلون تجددها؟ عن طريق البوستر دوز. وطبعا طلاب مثل بحاله الكورونا فيروس تشوفون مثلا واحد يقول انا اخذت لقاح وانصابيت، هذا اللقاح مو زين. لا طلاب، اللقاح كل زين واللقاح يحمي، بس انت المشكله بجسمك، مو كل شخص ياخذ لقاح يشتغل بجسمه. بس انا اعرف اشخاص اخذوا لقاح لا صار عنده فيفر، كل شيء ما صار عنده، يعني كانما ما ماخذ شيء، هذا شنو؟ ما اشتغل عنده،
جهاز المناعي ما استجاب، هي من تجي الفيفر انت من تاخذ لقاح لازم يصير عندك فيفر، اذا ما صار عندك فيفر معناه انه انت ما اشتغل عندك اللقاح، جسمك ما حامي. منين يجي الفيفر طلاب؟ انترلوكين 1، يعني انا من اخذت اللقاح، من اخذت اللقاح جسمي راح يصير عنده سلميديت اميونيتي ريسبونس، استجابه مناعيه خلويه، راح ينفرز عندي انترلوكين 1، راح يصير عندي فيفر. وحده من علامات الاستجابه اللقاح يصير عندك فيفر. الم بمنطقه الاصابه ليش؟ الم العفو بمنطقه التشكه مال الابره ليش؟ لان هم اللقاح شنو بي بي جسم عباره عن الانزيم العفو بي الار ان اي المسؤول عن تصنيع السبايك بروتين، فيجي يدخل الى داخل الخليه والخليه تبدا تستجاب، فلذلك تشوف المنطقه اللي ضربت بها اللقاح ايدك بالقوه تشيلها. هاي اول علامه، ايضا ثاني علامه من علامات الاستجابه للقاح. واضح لنا؟ بس مو كل شخص، تخلي ببالك مو كل شخص اخذ لقاح هو انحمى 100%، يجوز اشتغل عنده بس نسبه كلش قليله. كذلك الحاله بالهيباتيتس بي، لذلك اكو 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 فحص بس مو موجود هنا بالعراق، من تاخذ لقاح الالتهاب الكبد ورا 3 جرعة يقول لك روح سوي فحص خل اشوف نسبه الاجسام المضاده. اذا كانت اكثر من 10 انترناشونال يونت بير يونت، انترناشونال مول بير يونت، اكثر من 10 وحده دوليه، معناه انه انت جسمك هذا هو يقول لك انت روح جسمك يعني صارت عندك وقايه ضد الفيروس، لكن كل 5 سنوات لازم تسوي البوستر دوز. اذا طلعت اقل من 10 انترناشونال يونت بير مول لا، لازم يعطوك بعد جرعه اخرى ورا الجرعه الثالثه، ايضا يسموها البوستر دوز. لكن ما تنطي ورا 5 سنوات، لا هاي تعطوها ورا الجرعه الثالثه باعتبار انه اللقاح ما اشتغل بجسمك 100%. فمن يسمعون ان الشخص اخذ لقاح ومصاب، لا هاي المشكله بجسمه، يعني هو جسمه ما استجاب، يعني احنا جهازنا المناعي يختلف من شخص لشخص حسب يعني الهيلثي، حسب يعني على كل شيء. هذا الاكل اللي تاكله هو ياثر على الجهاز المناعي، الادويه اللي تاخذها، الامراض اللي بجسمك، فاحنا مو كل احنا نفس الحاله الصحيه، فشوف جهاز جسم عن جسم يختلف. مع الطلاب منو عنده سؤال؟ شوفوا طلاب، هاي بحالة السيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم اللي ظهر بالصين. هنا أنا شوفوا طلاب السارس كوفيد، هذا السارس يختلف عن الكورونا، هن صح يشابهن كجينيا، لكن السارس كانت لها مستقبلات حتى على الهارت وحتى على الكدني. لذلك ليش سموه السيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم؟ يعني المصاب بالسارس نادرا ما يعيش، يعني هو يموت، يعني لان عنده مستقبلات على الهارت، عنده مستقبلات على الكدني، مباشرة يسبب عجز بالكلى، فرأسا يموت الشخص، مو مثل الكورونا. الكورونا احنا هسه الحمد لله عنده مستقبلات فقط على اللانج، ما عنده مستقبلات لا على الكدني. لكن بما انه هو يدخل جهاز الدوران، بما انه مرات تسمع شخص انصاب بالكورونا وصار وضرب الجهاز الهضمي، ضرب الكلى، بما انه هو يصيب جهاز الدوران، طلاب مو هو اللي التصق على الكلى وتلفها، لكن بما انه عندنا الرئه تلفت، كميه الاكسجين دا توصل للاعضاء، فراح يسبب لي تلف بالاعضاء، فيصير عندي دائما عجز بالكلى او يسبب لي مش مشاكل بالجهاز الهضمي، لكن ما عنده مستقبلات على الجهاز الهضمي. الساس والمياس عندهم مستقبلات على الهارت وعلى الكدني وعلى الجهاز الهضمي وعلى اللانج. الكورونا فيروس الريسبتور مالته فقط موجود على اللانج، اللي هو الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم 2. بعد شو عندكم سؤال طلاب؟ اكو حد عنده سؤال عن الفيروس يعني بالمحاضرة او خارج المحاضرة؟ اي احد عنده سؤال؟ ما طلاب كل شيء واضح؟ طلاب تسمعوني؟ نعم دكتور.
واضح اكو شيء ما واضح طلاب؟ احد عنده سؤال سألوا يعني عادي. ما عندكم شيء؟